بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد رسوله. وصلنا ولله الحمد والمنة إلى كتاب الصلاة. عرفنا الصلاة لغة وشرعا، وذكرنا حكم الصلوات المفروضة الخمس. وإذا أردنا أن نلخص هذا الكتاب، كتاب الصلاة، والله أعلم، نقسم الصلاة إلى فرض ونفل كما سيأتي معنا: في الصيام فرض ونفل، في الزكاة فرض ونفل، في الحج فرض ونفل، وهكذا. الفرض بالنسبة للصلاة: الصلوات المفروضة الخمس، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الجمعة. وكذلك يذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى كالشيخ بن عثيمين صلاة الكسوف أنها واجبة. نعم. وعلى ما سيأتي أن تحية المسجد ركعتين هي واجبة كذلك. ثم النفل، النافلة عندنا السنن الرواتب، أو نستطيع أن نقسم النوافل هنا إلى نفل مطلق ونفل مقيد، نفل مطلق ونفل مقيد. وعلى هذا سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله. هذا اللي بجانبك يا أخي، عن يسارك، أوقف. أي نعم، أعطنا الدفتر والقلم. ماذا قلت؟ طبعا لأنك تكتب، عندما تكتب ما تسمع. ضع الكتاب هنا والقلم واجلس. الحمد لله، بعد الدرس أكتب ما شئت، كل ما أقول مكتوب في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. جوجل، منهج السالكين، يأتي كل شيء. الحمد لله. طيب، حتى إذا أردت يقرأ ممكن يقرأ، أحيانا بعض البرامج تقرأ لك الكتاب. الكتابة أثناء الدرس تجعل فوائد تذهب عليك بعضها. يشترط العلماء رحمهم الله للكتابة أثناء الدرس شرط، وهو الاستئذان، ونحن لا نأذن. الشرط الثاني أن تكتب أن هذا من سماعي لدرس الشيخ، لأنه قد الآن يعني يحصل سبق لسان، أتكلم بشيء وكذا، خلافا لمن لو كنت أملعك أقول أكتب كذا وكذا وكذا، هذا غير مفهوم. طيب، لا كتاب والحمد لله. قال: ما قلت لمحدث قط أعد علي، مرة واحدة يحفظ والحمد لله. نعم، أو تعود نفسك على هذا بإذن الله تعتاد أنك تحفظ. ونحن راجع بفضل الله الآن الدرس أكثر من 3 مرات أحيانا. نعم، والتكرار يعلم الشطار الحمد لله. طيب، إذن الصلاة فريضة ونافلة. صلاة الفريضة الصلوات الخمس: صلاة الجمعة على ما سيأتي معنا، صلاة الكسوف، وبعض الصلوات كتحية المسجد. أما النافلة تنقسم قلنا إلى قسمين: نفل مطلق ونفل مقيد، وهذا يأتي بإذن الله تعالى. أخذنا فيما تقدم في الدروس المهمة شروط الصلاة. من يذكر لي شروط الصلاة؟ نعم: الإسلام والعقل والتمييز والنية. إسلام وعقل وتمييز ونية، هذا في كل عبادة إلا على ما سيأتي معنا بإذن الله في الحج والزكاة، قد تتغير بعض الشروط. إسلام وعقل وتمييز والنية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الإسلام ضد هذا الكفر، والعقل ضد هذا الجنون، والتمييز المميز هو الذي يفرق بين الأشياء، يفرق بين الأشياء، هذا ماء وهذا نار، اجلس يجلس.
فهل تصح صلاة الصغير؟ نعم، إذا كان يميز أي يفرق بين الأشياء، وإذا كان لا يميز فصلاته باطلة. هل تجب الصلاة على الصغير؟ وجوب الصلاة على الصغير إذا كان مميز يكون من وجهين: وجه نخاطب به الصغير نقول صلي، وجه نخاطب به الولي، ولي الصبي يأمر بالصلاة: مروا أبناءكم وهم أبناء سبع، أي أتموا سبع سنين. الإسلام والعقل والتمييز والنية، رفع الحدث تقدم معنا، أصغر وأكبر، وإزالة النجاسة عن ثلاثة أشياء: بدن وبقع وثوب، وستر العورة. وأحسن من هذا أن نقول أخذ الزينة في الصلاة، أخذ الزينة في الصلاة. لماذا؟ حتى نوافق ما جاء في القرآن: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أخذ الزينة في الصلاة أو الزينة في الصلاة على ثلاثة أقسام، أو على ما ذكر المؤلف العورات ثلاثة: مغلظة، عورة مغلظة، وعورة مخففة، وعورة متوسطة. المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، مرأة وحرة وبالغة. المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأمة يعني المملوكة، البالغة خرج بهذا الصغيرة التي لم تبلغ. إذن العورة المغلظة لمن؟ للمرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. مرأة وحرة وبالغة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى أن المرأة إذا صلت في ثوب سابق للبدن طويل الكمين وسترت الرأس وما حوى دون الوجه، وإن بدا شيء من الكفين أو من القدمين فالصلاة صحيحة، ويرى أن هذا الذي كان عليه الصحابيات زمن النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، مفهوم؟ طيب، نحن لا نتكلم الآن عن ماذا؟ عن النظر إلى المرأة وحجاب المرأة المسلمة، نحن نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ أي نعم. أما النظر إلى الأمة، نحن نتكلم هنا عن صحة صلاة الأمة إذا سترت من السرة للركبة، الصلاة صحيحة. أما النظر إليها تخرج إلى الشارع بهذا، هذا لا نتكلم عنه، مفهوم؟ نعم. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. العورة المخففة عورة الذكر ابن سبع سنين إلى عشر سنين، يستر الفرجان، ما عدا المخففة والمغلظة عورة متوسطة يستر من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة، هذا مستحب. مرة أخرى، العورة المتوسطة يستر فيها من السرة إلى الركبة، مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة. لمن؟ سمي من شئت، دون المرأة الحرة البالغة ودون الذكر ابن سبع سنين عشر سنين. عورة ابن عشر سنين، بنت تسع سنين، عورة البالغ، عورة الأمة، متوسطة، والحمد لله انتهينا. نعم، دخول الوقت، لابد أن يصلي في الوقت،
فهل يصح أن يصلي قبل الوقت؟ لا، إلا إذا كانت هذه الصلاة تجمع جمع تقديم وكان له رخصة في تقديم الصلاة عن وقتها. مثاله مسافر وعندما صلى الظهر أراد أن يجمع العصر جمع تقديم، قدم الصلاة عن وقتها لعذر يصح. نعم، إذن لا يقدم ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، يحرم تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر. وسوف يأتي معنا بإذن الله تعالى ذكر الأعذار من المؤلف رحمه الله. إذن الصلاة لوقتها، متى تصلى الصلوات المفروضة الخمس؟ الأحوط والأبرأ للذمة أن يصلي الصلاة في أول الوقت، مجرد ما يدخل وقت الصلاة يصلي مباشرة. لماذا؟ لأنه هذا أحوط وأبرأ للذمة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يؤخر يموت، أو تؤخر المرأة ويأتيها الحيض مثلا. التأخير له آفات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها، وهذا الذي يؤخر تتراكم عليه الواجبات، صح؟ نعم. إذن يصلي الصلاة في أول الوقت كل الصلوات المفروضة إلا صلاة العشاء، يسن أن تؤخر صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة، وكذلك تأخير صلاة الظهر في شدة الحر. إذن القاعدة عندنا أن السنة والأحوط والأبرأ للذمة أن يصلي الصلاة في أول الوقت، مجرد ما يدخل الوقت يصلي، إلا في صلاة العشاء يسن أن يؤخر صلاة العشاء ما لم يشق على الجماعة. وأنت تعرف هذا الكلام بخاصة في وقت الصيف عندكم هنا مثلا، الليل قصير جدا، فهل نؤخر الصلاة؟ لا، لأنه يشق على الجماعة، مفهوم؟ طيب، وكذلك صلاة الظهر في شدة الحر. الآن هذا الأخ قال طيب في شدة الحر أنا أترك صلاة الجماعة وأصلي في البيت في آخر الوقت حتى أطبق السنة. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أن هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس، من أجل أن يحافظ على السنة يترك الواجب. كيف من أجل تحافظ على السنة تترك صلاة الجماعة الواجبة؟ أو على ما سيأتي معنا من الجماعة الثانية، اختلف العلماء في الجماعة الثانية، لكن لو تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليه، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جماعة واحدة؟ لا، مرة واحدة نام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة أمر كتب الله، في جهاد وتعب وساروا آخر الليل ووضع بلال يوقظهم للصلاة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن ينام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى تتعلم الأمة ماذا تصنع إذا نامت عن الصلاة. لكن الذي تراه اليوم والذي يعني ينطبق عليه تماما كراهية أو تحريم بعض العلماء للجماعة الثانية، هو أن بعض الناس يتعمد أنه لا يصلي مع الجماعة الأولى، يقول ما أريد أن أصلي مع فلان أو خوف فلان من الناس. طيب من أفتاك بهذا؟ قال أعرف هذا، فيريد أن يصنع كما صنع أهل النفاق، مس الضرار، مضارة وتفريق وإرصاد ومحاربة، صدق. فيصلي الجماعة الثانية،
هذه الجماعيه التي ينطبق عليها كراهيه او تحريم بعض العلماء لانه نوى التفريق. هذه مساله. المساله الثانيه، في الغالب في الغالب، وتتبع هذا عندكم في المسجد، تجد اصحاب الجماعه الثانيه ما يتغيروا، دائما هم هؤلاء أصحاب الجماعة الثانية ما يتغير، وأصحاب الجماعة الأولى في الغالب لا يتغيروا. عندكم هنا في المسجد أصحاب الصف الأول دائما في الصف الأول، حتى عندنا رجل هو إمام للجماعة الثانية أصلا، إمام راتب دائما إمام للجماعة الثانية. الجماعة المقصودة والمأمور بها والتي ذكر العلماء أنها تجب، أي جماعة؟ هي الجماعة الأولى. ولو تعود المرء على هذا اعتاد. يا أخي في أمور الدنيا الآن، أنت تعرف بعض الناس في الأعمال يقسم عليه إذا تأخر، تنظر في سجله الوظيفي ما تجد، لا غياب، لا ما تجد أنه تأخر عن الدوام ولو ثانية واحدة. لماذا؟ يخصم عليه. أما في الصلاة حدث ولا حرج، صحيح؟ أي نعم. طيب، دخول الوقت، عندنا إشكال أيضا، ما هو؟ هذا الأخ وضع المنبه وأوصى فلان أن يوقظه لصلاة الفجر ونام، استيقظ الساعة 7، نظر، انتهت الصلاة، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، ضاعت علينا صلاة الفجر وكذلك الدرس. ماذا أصنع؟ قال أنام وإن شاء الله استيقظ الساعة 10 وأصلي. نريد نطبق الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم، من نام عن صلاة أو نسيها، هو عندما نام عن صلاة الفجر واستيقظ الساعة 7، هذا كان بالتفريط؟ لا، بغير تفريط الآن، معذور؟ معذور. أصبح في حق هذا الآن وقت صلاة الفجر هو الساعة 7، عندما تعمد ونام من 7:10 تعمد إخراج الصلاة عن وقتها. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، نقول له لا تصلي إن لم نقل بكفره. هذا كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى نصا، هذا من باب ترهيب، تخويف من هذا الشيء. طيب ماذا تصنع يا أخي؟ مجرد ما تستيقظ صلي. بعض الناس هدانا الله إياه يسهر، يا أخي صلاة الفجر، قال صلي بإذن الله نصلي، ولا يصلي في الغالب. وإذا كان لديه سفر أو رحلة أو كذا ينام مبكر ما شاء الله، وضع 20 منبه، صحيح. ولو تنظر في سيرة السلف يا أخواننا، احنا قلنا طريقة السلف ليست كلمة تقال باللسان، لابد يصدق العمل. يقول 40 سنة لم يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد، هذا السلفي. عندنا رجل ذهب إلى قرية وكان كل ما يدخل المسجد يجد هذا الرجل العجوز، ما دخل المسجد إلا وجد هذا موجود في المسجد. في ليلة من الليالي جاء أرق، لم يأتي النوم، قال اليوم أسبق هذا العجوز إن شاء الله. دخل المسجد في 3:00 من الليل، مسجد مظلم، فتح الباب وقال بسم الله. عندما فتح الباب وقال بسم الله
وإذا هذا الشاي في وسط المسجد يقول لا إله إلا الله، قال والله ما أسبقك. يا أخوان أنت ترى صدق بعض الناس، يعني تراه تقول هذا عجوز وشايب ما يعرف، والله بعضهم ما يعرف حتى منبه، اعتاد على الصلاة دائما على هذا. شيخنا رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب البنا رحمه الله، منذ أن يقول أن بلغت كذا الصلوات، صيام الاثنين والخميس، الحج، العمرة، لم يترك هذه أبدا، اعتاد على هذا. إخوان هذه حياة المسلم، الصلاة الصلاة، وجعلت قرة عيني، قال في الصلاة. أنت الآن ماذا تريد من الكافر إخوان؟ تريد أن تصلي مع الجماعة، هل أنت تصلي مع الجماعة؟ الصلاة الجماعة فوائد، ذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قريب من 30 فائدة في الجماعة، اجتماع الأمة مقصود، تنظر في حال الفقراء، تتعلم كيفية الصلاة، أمور كثيرة جدا صلاة الجماعة. إذا نام عن صلاة الظهر بغير تفريط، استيقظ مثلا الساعة كم يؤذن الظهر؟ استيقظ الواحدة والنصف وقال ذهبت علي الجماعة وكذلك الدرس، أنام إلى الساعة الثانية، يصح؟ يصح لا أشكال، لأنه لم يخرج هنا وقت الصلاة، لكن في الصورة الأولى خرج وقت الصلاة، مفهوم؟ طيب نعم. استقبال القبلة، لا بد من استقبال القبلة، استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة في الفريضة وفي النافلة، إلا أن النافلة في السفر تصلى حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة أو كان يمشي، يصلي على الاتجاه الذي تكون فيه السيارة أو القطار أو الراحلة أو يمشي. نعم الحمد لله، تفضل. طيب، تدرك الصلاة بإدراك ركعة، تدرك الصلاة بإدراك ركعة كما تدرك الجمعة الآن. الآن لو أدرك من صلاة الجمعة ركعة ماذا يصنع؟ يأتي بعد أن يسلم الإمام بكم؟ بركعة واحدة. إذن أدرك الصلاة بإدراك ركعة، أي صلاة؟ صلاة الجمعة، وكذلك صلاة الجماعة تدرك بإدراك ركعة. ولو أدرك من الصلاة ركعة قبل أن يخرج الوقت فقد أدرك وقت الصلاة، لكن المنافق صلى الله السلام العافية يؤخر الصلاة حتى يصلي الصلاة في آخر الوقت. إذن تدرك الصلاة بإدراك ركعة كما أن الجمعة تدرك بإدراك ركعة. إذا أدرك الإمام في صلاة الجمعة في التشهد الأخير ماذا يصنع؟ يصلي 4 ركعات، يعني ظهر، نعم ليست بجمعة. طيب، نام بغير تفريط، مثاله خرج هذا الأخ في سفر ورجع متعب، وضع المنبه ونام، نام الساعة 10 صباحا، استيقظ الساعة 6 مساء، فات على هذا أي صلاة؟ صلاة الظهر والعصر والمغرب، 3 صلوات. فالآن متى استيقظ وجب عليه أن يقضي الصلوات مرتبة، يعني يصلي أولا العصر الظهر ثم العصر ثم المغرب، وبعد هذا دخل وقت العشاء يصلي العشاء. إذا لابد من قضاء
الصلوات الفائتة على الترتيب. متى يسقط الترتيب؟ إذا كان جاهل. جاءنا هذا الأخ قال الله المستعان البارحة أنا دخلت إلى المسجد ولم أصلي المغرب وصليت العشاء مع الجماعة ثم بعد هذا صليت المغرب، لماذا؟ قال والله ما أدري عن هذا الحكم إلا الساعة. فهذا نقول الصلاة التي يعني ذكرت أنه صلى العشاء ثم بعد المغرب صحيحة ولا إشكال لأنه جاهل. هذا الأول. الثاني نام عن صلاة الفجر ودخل المسجد والإمام في صلاة الجمعة، ماذا يصنع الآن؟ يقدم الفجر، ينوي الفجر هنا، ذهبت عليه الجمعة، فماذا يصنع؟ يدخل مع الإمام بنية الجمعة، سقط عنه الترتيب لإدراك الجمعة، مفهوم؟ هذا الحالة الأول جاهل، الثاني إدراك صلاة الجمعة، إدراك صلاة الجمعة. الثالث نسي، كبر مع الإمام على أنها صلاة العشاء، بعد أن صلى ركعة مع الإمام تذكر أنه لم يصلي المغرب، وكيف يدخل بنية العشاء؟ لو قلب النية هنا بطلت العشاء والمغرب. أي نعم، ما يستطيع أن يغير النية هنا، فماذا يصنع؟ نسي هنا، يكمل هذه على أنها عشاء ثم يصلي المغرب. أو جاهل وناسي، فوت صلاة الجمعة. الرابع خاف خروج الصلاة الحاضرة، الآن الناس في صلاة المغرب الآن وهو لم يصل الفجر والظهر والعصر، الله المستعان، فماذا يصنع الآن؟ قال لو أخذت صلي هذه الصلوات يخرج وقت صلاة المغرب، فماذا يصنع؟ يصلي المغرب أولا ثم بعد هذا يقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر. طيب، هناك أماكن يحرم أن نصلي فيها، من يعرف هذه الأماكن التي لا نصلي فيها أبدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أي كل الأرض إلا، أوقف يا أخي، نعم المقبرة فتح الله عليك، ما يمكن تصلي بين القبور، ولهذا لو وجد قبر في مسجد ماذا نصنع؟ ننظر من الذي تعدى، نقول هذا القبر موجود قبل المسجد، إذا المتعدي من؟ المسجد، يزال المسجد، نعم. طيب بني المسجد ثم دفن فيه فلان من الناس، ماذا نصنع؟ ننبش القبر، يعني نأخذ تراب بأكمله ونضعه في المقابر، إذا ما يصح أن يصلي في المقبرة أو على المقبرة إذا كان عليها بناء، قلنا لا يصح البناء عليه، لو كان عليها بناء لا يصح أن يبني أن أبني على القبور ولا أن يصلي فوق هذا البناء ولا إلى القبور، يعني يجعل القبور هي القبلة ويصلي إليها، ما يصح أيضا. إذن في المقبرة وعلى المقبرة وإلى المقبرة هذا لا يصح. وفي الحمام، لماذا؟ لأنه مكان نجس، نجاسة أصلا، نعم. وفي أعطان الإبل، نعم، وغيره. طيب الأرض المغصوبة، الأرض التي أخذها من إنسان ظلما،
هذا نقول له لابد أن تخرج من المظالم وترجع هذه الأرض. لو صلى في هذه الأرض على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى الصلاة صحيحة، لكن هو آثم بأخذ المال هذا بغير حق. نعم. طيب، إذن لا يصلي في الحمام لأنه مكان نجاسة، إذن كل مكان فيه نجاسة ما يصلي فيه، وهذا الذي تكلمنا عنه، بدن وبقعة وثوب، وفي أعطان الإبل، وفي المقابر وعلى المقابر وإلى المقابر، صحيح؟ أما الصلاة في الأرض المقصوبة على ما يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنها صحيحة. طيب يا أخواننا، صلاة الجماعة ماذا تصنع إذا أردت المجيء إلى المسجد؟ تتطهر في بيتك، نعم تتطهر في بيتك، وتلبس أحسن الثياب، تخرج إلى الصلاة، والأولى أن تخرج إليها ماشيا لا راكبا، إلا إذا كان البيت بعيد يركب ولا إشكال، يمشي إليها بسكينة ووقار. في الهيئة وفي الحركات، يعني ما يصح أن يأتي إلى المسجد وهو مشمر، أو مثلا يرفع القطرة هكذا، أو تجد معه الجهاز الجوال. نعم، أي نعم، نأتي الآن بعد الصلاة إن شاء الله وهو داخل المسجد، أنت مقبل إلى بيت من بيوت الله. لو أنت مقبل على بيت ملك من الملوك ما تصنع هذا، صحيح؟ إذا أتيتم إلى الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، يعني ما يجري، يهرول، مفهوم؟ هم يريد الذهاب إلى لعب الكرة وكذا، مسجد، يأتي عليه السكينة والوقار. في الهيئة وفي الحركات، يعني يقول حتى لا يكثر من التفات، يلتفت وكذا. فإذا دخل إلى المسجد، إذا أراد الدخول إلى المسجد، المكان الذي يضع، أكرمك الله، فيه النعل، يضع معه الدنيا، لا بيع ولا شراء في المسجد، ولا إنشاد ضالة، نعم، ولا غيره. الدنيا تضعها في المكان الذي تضع نعليك هناك في الخارج. تقدم الرجل اليمنى في الدخول وتقول الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، واليسرى في الخروج والدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخلت إلى المسجد وقد أقيمت الصلاة، تدخل مع الإمام في أي هيئة كان الإمام عليها، راكع، ساجد، قائم، في التشهد الأخير تدخل. ومن الخطأ ومخالفة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يدخل والإمام في التشهد الأخير فيقول تعال تعال تعال، ماذا؟ تعال ننشئ جماعة ثانية. أخي هؤلاء، ومستعد في أوقات يقدم الصلوات وفي أوقات يؤخر الصلوات على ما يحب. لن تجد مسجد على وجه الأرض إلا ولا بد أن يكون هناك شيء بين الإمام والمؤذن أو بين الإمام والمصلي، لأن الشيطان موجود يريد أن يفسد علينا هذا الاجتماع وهذه الصلوات. فإذا دخلت والإمام على أي هيئة، تكبر تكبيرة الإحرام. لو كبرت تكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود دخلت، أنت لم تدخل في الصلاة أصلا. هذا إذا وجدت الإمام قد شرع في الصلاة، ثم إذا سلم تقضي ما فاتك. إذا أدركت الإمام راكعا تعتد بهذه الركعة، قائم أو راكع تعتد بهذه الركعة، وإلا فقد فاتت الركعة. وإذا دخلت إلى المسجد وجدت أن الصلاة لم تبدأ بعد، أذن ودخلت إلى المسجد، ماذا تصنع؟ يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى
تكبر مباشرة وتصلي ركعتين. وبعض الناس هدانا الله إياه يدخل حتى يسمع هذا المؤذن السلام عليكم، أو ينظر في الساعة وينظر فيه، أو يلتفت يمين يسار. يا أخي تدخل المسجد سكينة وقهر، الحمد لله وجدت وقت صلي ركعتين. والبعض يقف أحيانا يعني 5 دقائق، نعم فوت على نفسه أجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين كل أذانين صلاة، ويقتنم هذا الوقت أنه إذا صلى وهو ساجد يدعو، لأن الدعاء بين أذان وقامة استحب. إذا لم يؤذن المؤذن في أي وقت يدخل يصلي ركعتين حتى في أوقات النهي على ما سيأتي معنا. يا أخواننا المسجد له أدب، بيع الآن وشراء في المساجد وإنشاء ضالة، والبعض يأكل ويشرب. لا مانع أن الإنسان ينام في المسجد، لا مانع أنه يأكل ويشرب، لا مانع، لكن يجعل المساجد مكان للنوم دائما، يدخل الناس إلى صلاة الجماعة وهو نائم، يدخل إلى المسجد يعني بعض الأطعمة التي يعني فيها روائح ثوم وبصل وكذا، أو يترك الطعام في المسجد، أو يأكل ما شاء الله. الآن نحن في الدرس وهذا يأكل ويشرب ومتكئ في آخر المسجد، سبحان الله. والله لو في بيتي ملك من الملوك ما يصنع هذا. والبعض يدخل بنعليه إلى المسجد ولا يهتم، صحيح؟ أي نعم. إذن المساجد بيوت الله، فإذا فرغ من الصلاة، صلاة الفريضة، ماذا يصنع؟ يأتي بالذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا بعد صلاة، لا فريضة ولا نافلة. بل يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه من الخلل عند بعض الناس، وهذا من الجهل، أنه بعد الصلاة يدعو. أنت الآن في الصلاة فرصة عظيمة لديك تدعو وأنت ساجد أو قبل التسليم، ثم بعد هذا ينصرف على ما ذكرنا، يقدم الرجل اليسرى ويدعو. طيب، يكبر تكبيرة الإحرام، استقبل القبلة، يقوم ولا بد من القيام في الفريضة، ويصح أن يصلي النافلة جالسا. يكبر تكبيرة الإحرام، وبعد هذا يقول دعاء الاستفتاح، بعد أن يضع باطن كف اليمنى على ظهر كف اليسرى والرسغ والساعد، وضع هكذا أو قبض، يقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يستعيذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة، ثم يكبر الركوع، يركع، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمد بين الركوع والرفع، وإذا استقام قال ربنا ولك الحمد، ثم يسجد على الأعضاء 7 سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. لا بد أن يقول مرة واحدة في السجود سبحان ربي الأعلى، ويستحب له أن يزيد بما ورد سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي الأعلى المرة الثانية، أو سبحانك اللهم ربنا بحمدك اللهم اغفر لي. وكذلك في الركوع لابد أن يقول مرة واحدة سبحان ربي العظيم بهذا اللفظ، سبحان ربي العظيم، ويستحب له أن يزيد بما ورد، ثم يجلس يقول رب اغفر لي مرة واحدة وجوبا، ويستحب له أن يزيد الثانية والثالثة رب اغفر لي، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم للركعة الثانية، يصنع في الركعة الثانية ما صنع في الركعة الأولى، إلا أن الثانية ليس فيها تكبيرة الإحرام،
ولا دعاء استفتاح ولا استعاذة على قول، والغالب أن الثانية تكون دون الأولى في الغالب. نعم. متى يجهر؟ الجهر في صلاة الفجر وفي الأوليين من المغرب والعشاء، وكل صلاة يشرع لها اجتماع عام، لأننا أهل الإسلام عندنا اجتماع في البلدان واجتماع في الأعوام واجتماع للأمم. اجتماع في البلدان صلاة الجمعة اجتمع فيها الناس، إذن هذا الاجتماع للجمعة صلاة الجمعة يجهر فيها؟ نعم، لأنها اجتماع. في العيدين يجهر في العيدين؟ نعم، اجتماع، هذا سنوي. واجتماع للأمة الإسلامية في الحج، لكن في الحج يصلي الناس الظهر والعصر، إذن لا جهر هنا. يجهر في صلاة الفجر وفي الأولين من المغرب والعشاء، وكذلك في الجمعة وفي الاستسقاء والكسوف. نعم. طيب، لو قال قائل لماذا نجهر في الفجر ولا نجهر في الظهر؟ نقول لأن الله سبحانه وتعالى أمر بهذا، وأنت عبد ليس لك إلا الرضا والتسليم. أما ما يتعلق ببقية يعني صفة الصلاة فقد يعني مر معنا في الدروس المهمة. بعد هذا نذكر يعني أن الصلاة لها شروط وأركان وواجبات وسنن ومبطلات. ترك الركن مبطل الصلاة، وكذلك ترك الشرط. لا يقبل في ترك الشرط والركن لا جهل ولا نسيان ولا عمد، صلاة باطلة. ويقبل في ترك الواجب من واجبات الصلاة الجهل والنسيان، ولا يقبل فيه العمد. لو تعمد ترك التشهد الأول فصلاته باطلة، نسي التشهد الأول الصلاة صحيحة. جاهل وكان لا يدري أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة ولم يجلس للتشهد فالصلاة صحيحة، ترك التشهد الأخير الصلاة باطلة، جاهل أو ناسي أو عامد. نعم. بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى النافلة. لو قال لك قائل ما السبب في أن العبادات كل عبادة فيها فرائض ونوافل، ما السبب؟ نعم، أوقف. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ليس لك أن تقول لما، تقول آمنت وصدقت وسلمت وأنا عبد سمعا وطاعة، هذا أولا. الثاني جبر النقص الذي يكون في الفرائض، ولذلك من السنة أن تقول بعد الفريضة أستغفر الله أستغفر. يا أخي أنت أذنبت الآن حتى تستغفر بعد الصلاة؟ لا. طب لماذا تستغفر؟ تستغفر لأنه عمل الإنسان لابد أن يكون فيه نقص، صح؟ فاستغفر. لابد أن أستغفر بعد الذنب؟ سبحان الله، من قال هذا؟ نعم. إذن شرعت النوافل حتى تجبر النقص الذي يكون في الفرائض، هذا قول. ويضاف إليه أن المؤمن يريد الزيادة في الإيمان، الإيمان يزيد. نعم، معتقد أهل السنة والجماعة فتح الله عليك. كيف يزيد من الإيمان؟ يزيد بالطاعات، ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى النوافل، صح؟ وغيره.
هو هذا زيادة إمام، زيادة. يا أخي هو نفسه جبر ذكر، هو درجات زيادة الإيمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم هو نفسه هو زيادة الإيمان. نعم هو قال هذا جبر النقص، إذا ما عندكم شيء زائد. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص ذكروا، إذا ما عندنا شيء. هي هذه زيادة الإيمان، تدخل فيها كل شيء. انتهينا. زيادة الإيمان وجبر النقص الذي يكون في الفرائض. طيب السنة الفرائض ونوافل، قلنا النافلة عندنا إما مطلقة أو مقيدة. النوافل عندنا السنن الرواتب، سنن الرواتب. من يذكر لي السنن الرواتب؟ سميت السنن الرواتب بهذا الاسم لأنها مرتبة مع الفرائض. من يعرف السنن الرواتب؟ بسم الله ما شاء الله. ركعتين قبل الفجر، وركعتين أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. طيب كم هذه؟ إما عشر أو اثنى عشر، أو عشر ركعات إذا اعتبرنا قبل الظهر ركعتين. طيب هذه الرواتب كلها مثل بعض؟ لا، ركعتا الفجر تختلف عن بقية الرواتب في ماذا؟ في أمور، الله يفتح عليك. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها لا في حضر ولا في سفر. في الأجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا هذا اللي تراه وما فيها، خير من هذا. لو قال لك نعطيك هذا ركعة الفجر خير من هذا كله، لا تتركها أبدا. الثالث قراءة خاصة فتح الله عليك، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أهل الكافرون، وفي الثانية قل هو الله، الله يفتح عليك. نعم هذا التوحيد، يبدأ أول اليوم بإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع التوحيد الثلاثة. قل يا أيها الكافرون توحيد، العبودية، وسورة الإخلاص، والربوبية والأسماء والصفات. نعم إذن يبدأ بالتوحيد، وكذلك في ركعتين المغرب يختم النهار بالتوحيد قراءة خاصة. السنة فيها أن تخفف دون إخلال بالصلاة، السنة فيها كذلك أن يضجع على شقه الأيمن، هذا إذا كان في بيته، أما في المسجد لا، بدعة. مرة أخرى خمس أشياء: قراءة خاصة، فضل خاص، تخفف دون إخلال في بيته، نعم على شقه الأيمن. أنا أخاف بعض الناس تقول تضجع الآن يعني إلى الظهر، الله أعلم. والخامس ما هو الخامس؟ من الأول لا تترك في حضر ولا في سفر، مفهوم؟ طيب هذه السنة الرواتب فتح الله عليك. بعد السنة الرواتب في العادة العلماء يذكر ماذا؟ فتح الله عليك الوتر سنة مؤكدة، أقل الوتر، اتق الله، أقل الوتر ثلاث ركعات، خطأ، أقل الوتر ثلاث ركعات، هذا أقل الكمال، أقل الكمال وأقل القليل ركع. قال الإمام أحمد رحمه الله
من ترك الوتر ركعة واحدة وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. هذا قول أحمد. من ترك الوتر وهو يقدر عليه ركع، يقدر عليه في الغالب يقدر عليه، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة. وقت صلاة الوتر، أقل الوتر ثلاث ركعات، أقل الكمال أقل القليل ركعة، أكثر الوتر 11 ركعة. متى وقت صلاة الوتر؟ من بعد العشاء إلى طلوع الفجر الصادق. إذا كان في سفر، إذا كان في سفر وصلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، يصلي بعد العشاء مباشرة الوتر؟ نعم، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى دخل وقت العشاء في حق هذا لأنه مسافر. مفهوم؟ طيب، الصفات الواردة في صلاة الوتر: صلي ركعة. يا أخي أنا ما أريد أن تقول لهم صلوا ركعة، هذا إشكال عندهم. يصلي ثلاث ركعات، إما أن يصلي الثلاث ركعات بتشهد واحد يجلس في الثالثة دون أن يجلس بعد الثانية في نهاية الثانية، يعني لا يجعلها كالمغرب، ثلاث ركعات بتشهد واحد يجلس في الثالثة، أو يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم ويأتي بالثالثة، هذه ثلاث ركعات. خمس ركعات، يصلي خمس ركعات بتشهد واحد يجلس في الخامسة، سبع ركعات بتشهد واحد يجلس في السابعة، تسع ركعات يجلس في الثامنة ولا يسلم ويقوم ويأتي بالتاسعة ويتشهد. كم تشهد؟ تشهدين إلى تسعة. 11 ركعة، ركعتين 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 ثم يوتر بركعة. مفهوم؟ هذه الصفات الواردة والله أعلم في صلاة الوتر. اجلس فتح الله عليك. كم بقي شيء؟ خمس دقائق. الله المستعان. إذن الله أعلم نكتفي. نعم، عشر. خلاص نعطيهم عشر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.